وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحيي أجمل تحية في هذه المحاضرة، المحاضرة الخامسة في هذا الفصل المبارك، فصل السعيد إن شاء الله عليكم. هذه المحاضرة بعنوان استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته. المرة الماضية كانت عندنا محاضرة مباشرة، واللي قبلها كنا عم نحكي أيضا على مجموعة من أهداف التفاوض على المنظمات وعلى صعيد الأفراد، وحكينا بعض الأمثلة. أيضا طلب منكم توقع تمرين وهو حضور فيديو وإرساله وإرسال تعليقاتكم عليه عبر البريد الإلكتروني اللي موجود عندكم في نهاية هذا العرض. هاي المحاضرة محاضرة سهلة جدا، وبنفس الوقت المواضيع اللي هي شيقة لأنها تتعلق بالاستراتيجيات المستقبلية اللي لازم أطراف التفاوض ويعني عناصر التفاوض تقوموا بها ويستخدموها كتكتيكات في مراحل التفاوض. لكن بدنا نستكمل المرة الماضية في بعض الأشياء ما كملناها وما يتعلق في مهارات الإبداع والابتكار. إذا نظرنا إلى حلقة كاملة نجد أن هناك يعني أنواع يعني كثيرة للتفكير. لما نحكي والله إنه عندنا إحنا تفكير إيجابي وتفكير إبداعي، كل هاي الأمور تعتبر من أنواع. الآن أول نوع هو التفكير الإيجابي الإيجابي، بعدها وهو طبعا الإيجابي يعني أن تنظر إلى كأس من جانب الممتلئ والابتعاد عن الأمور السلبية وتبكر بالناس وتضع في الشخصيات التعامل معها الثقة والإيجابية في الطرح والإيجابية في التعامل. أيضا النوع الثاني بعد الإيجابي وهو التفكير الإبداعي، وهو التفكير الإبداعي أيضا هو تفكر خارج الصندوق، تفكر خارج الصندوق وخارج المألوف. وبالتالي أي واحد فينا بده يحل مشاكله على صعيد شخصي أو على صعيد مرحلة تفاوض معينة يجب إنه يفكر خارج الصندوق. إذا أول واحدة هي التفكير الإيجابي، التفكير الإيجابي أن تنظر إلى الكأس من الجانب الممتلئ، إذا أن تبعد النظرة السوداوية عنك، أن تنظر إلى الآخرين بثقة واحترام، أن تنظر إلى الكأس من الجانب الممتلئ وتبتعد عن الشكوك وإلى آخره. الإيجابي ومن ثم الإبداعي، بعديها بيجي عندنا الريادي هو ما تفكر به من أفكار ومشاريع سريعة الربح وكبيرة المخاطرة. فكلما كانت المخاطرة عالية والربح سريع إذا أنت عم تفكر بطريقة ريادية. بعد الريادي عندي الابتكار، بعد الابتكار عندي الاختراع، لما نحكي الابتكار والاختراع هناك فرق جوهري بينهم. ابتكر طريقة أو ابتكر والله وصفة أو ابتكر دواء، يعني هو أوجد دواء جديد، لكن الوصفة الأساسية أو الخامة الأساسية لهذا الدواء هي موجودة أصلا، لكن فلان ابتكر طريقة. إذا الطريقة من ضمن مجموعة من الطرق، وممكن هاي الطريقة تكون موجودة لكنه هو طور عليها وبنى عليها فأصبحت ابتكارا لك. أما الاختراع هو أن تجد شيئا وتوجده من العدم
ليس لديه أي مرجع آخر. يعني أنت اخترعت إشي معين، اخترعت قانون معين لم يأتي لأحد مثله سابقا. أنت اخترعت عنصر معين، المواد الخامس موجودة، أنت اللي أوجدتها، الوصفة أنت اللي اخترعتها، والماتيريال أنت اللي جبتها، والمعلومات أنت اللي صنعتها، كل شيء أنت صنعته، هذا يسمى اختراع علمي. إذا هناك فرق جوهري وبسيط جدا شعرة ما بين الابتكار والاختراع. هذا كله بيأدينا إنه إحنا نشوف والله التفاوض وحل المشاكل بشكل عام، حل النزاعات، إحنا وين بنفكر بالضبط؟ أين يفكر المفاوض؟ طبعا احنا الناس العاديين بنوصل لهي المرحله، احنا بيكون عندنا ابتكار بالتفكير، ممكن رياده بالتفكير، انك تفكر باكثر استراتيجيه سريعه الربح وكثيره المفاوضه. لكن الابتكار والاختراع هذول الناس اللي هم متعددي الذكاءات ومتفوقين المهارات. إذا إحنا ممكن نفكر بطريقة إيجابية، ممكن نفكر بطريقة إبداعية، وممكن نفكر بطريقة ريادية، لكن يعني الطريقة خلينا نحكي الابتكارية والاختراع، من اخترع تكتيك أو استراتيجية، هذا جميل ولا يملك إلا من ملك يعني ملكات الذكاءات المتعددة والمواصفات. إذا يعني تعريف الإبداع والابتكار سهل جدا. مراحل الإبداع والابتكار، تمر عملية الابتكار بالمراحل التالية. أولا المرحلة الأولى مرحلة الإدراك والوعي بوجود مشكلة. لاحظوا أنك تبتكر خطوة وتبتكر طريقة في حل المشكلة، لها مجموعة من الخطوات لازم تأخذها بعين الاعتبار. يعتبر تحديد المشكلة نصف الحل، يضاف إليه إدراك المفاوض بوجود مشكلة، لذلك فإن الوعي بوجود مشكلة هو أمر هام، وعندما يتناول المفاوض المشكلة بغرض حلها فإنه يسعى لتجميع أكبر قدر من المعلومات وفيما يلي مجموعة من الإرشادات التي ترفع قدرتك على الوعي بوجود مشكلة. إذن يجب أنه نحط أول شيء في بالنا أنه هناك مشكلة في بعض المدراء في المؤسسات العامة في الدولة، في بعض المدراء في مؤسسات أيضا في القطاع الخاص، هو غير مدرك أصلا، ما عنده إحساس بوجود مشكلة. يعني ممكن مدير يتخذ مجموعة من الاستراتيجيات في إدارته للمنظمين، هذا المدير يعني من وازع ومن دافع أنه عارف وأنه فيه حاسس بوجود مشكلة، لكن الأدهى والأمر أنه في بعض المدراء الذي أصلا مش حاسس أنه هناك مشكلة، مش مستشعر أنه مشكلة عدم وجود أماكن للاستفادة هي تعتبر مشكلة، هو مش شاعر، هو حادثة انه عادي، امر طبيعي، مش حادث انه مشكلة المرور والشوارع احيانا يسبب مأزق كبير وتأخير على العملية الانتاجية بشكل عام، ما عنده احساس انه هاي مشكلة، يعني اصبح عنده ثقافة عادية يتقبل هاي الامور. انظر حولك وحاول ان لا تأخذ الامور على علاتك، يعني انظر بطريقة ايجابية حولك، خذ الامور من الجانب الايجابي، خذ الامور من الجانب الإيجابي، وخلي عندك قناعة وخلي عندك يعني رضا بالقضاء والقدر. اقرأ عن الموضوع الذي تشعر فيه بالقلق، اقرأ، ثقف، ابحث بتفكيرك، اطلق العنان واستشعر انه انت في معلومات تنقصك حول موضوع معين وقلقك، فبالتالي اعمل عندك عملية اشباع لهذا النقص في معلومة معينة. اسأل رئيسك وزملائك ومرؤوسيك إن كان هناك مشكلة، ما خاب من استشار. قم بإجراء زيارات لمواقع عمل مشابهة لعملك، يعني مش غلط إنك تعمل عملية زيارات ميدانية، هاي الزيارات هدفها إنك تطلع على الوضع العام، على المنافسين أو على الشركات المشابهة. فالآن وممكن تعملهم كدراسات سابقة لك، إنك تعمل دراسة لحل مشكلة منظمتك، وبالتالي تشوف كيف الشركة سين تعاملت مع الحدث، تشوف كيف الشركة صاد أيضا تعاملت مع الحدث، كلها هاي تكون لك مراجع مساندة لتعاملك مع حل المشكلة. ق
قارن أداء عملك بالأداء لعمل يشابهه ولكن في مكان آخر. يجب أن يكون في مكان آخر، مهم جدا. فكر في الموضوع بشكل كلي وشامل وغير نمطي. فكر في الموضوع بشكل كلي وشامل وغير نمطي. ابتعد عن التقليد، يعني ابتعد عن التقليد. حاول أن تحدد المشكلة بشكل مبدئي، يعني حط مجموعة من التصورات، مجموعة من الأشياء اللي تحكي والله إحنا حددنا معالم، حدد معالم بشكل عام. انظر إلى عناصر المشكلة وحدد ما يسمى المشكل من قريب وبعيد. حدد العلاقة بين العناصر، شوف هل هي علاقة عكسية، علاقة طردية، علاقة تكاملية، شو العلاقة بين العناصر. اجمع معلومات كاملة عن كل عنصر، أيضا هذا مهم جدا، أنك يجب أنك تجمع معلومات عشان تعرف بالضبط أنت في أي مرحلة من المراحل. المرحلة الثانية مرحلة التأمل وحضانة المشكلة. هذه المرحلة أكثر المراحل غموضا لأنها تتم داخل وحدات المفاوض ولا تترجم إلى سلوك ظاهري، حيث يقوم المفاوض بتطوير الحجم الهائل من المعلومات ليصبح شيئا له معنى. كل هذا يتم داخل الإنسان دون أن يبدو عليه أي نشاط ظاهري، بل يبدو أنه شاردا كالذين يحلمون أحلام يقظة، لأنه يفكر بعمق المشكلة ويستمر المفاوض في التفكير ليل نهار في الموضوع ولا يهدأ له بال حتى يصل إلى الحل الذي يرضيه. ويمكن إجمال هذه المرحلة بكلمة التحليل. إذا هي مرحلة التحليل، أن تحلل المشكلة وتحلل المرحلة اللي أنت فيها، هاي مرحلة مهمة جدا جدا في كشف الوقائع. وهذه بعض النقاط التي تساعد في مرحلة التأمل وحضانة المشكلة وتعطي نتائج مضمونة. تمعن في المشكلة وانظر إليها من زوايا كثيرة. لازم يكون عندك نظرة تحط نفسك محل الآخرين عشان تكون عندك المشكلة من عدة مناظر. تقبل ولا ترفض أي أفكار جديدة، دائما خلي عندك يعني موضوع تقبل أي فكرة مطروحة. حاول أن تصور المشكلة بعدة طرق، اكتب نظرتك للمشكلة، افحص نظرة رئيسك ومرؤوسيك للمشكلة، شوف هل الناس اللي حواليك يفكروا بنفس الطريقة ولا أنت في واد وهم في واد آخر. حاول أن تقص المشكلة بشكل قصة، يعني اسردها بشكل قصة عشان تسهل على حلها أو حلالين هاي المشكلة. استمر في القراءة والاطلاع حول المشكلة والتحدث مع الآخرين. قم بزيارات ممكنة للأماكن ذات العلاقة. فكر في المشكلة في وقت ومكان ليس له علاقة بالعمل. لا تترك المشكلة تبرد وتفكر فيها باستمرار واطرق الحديد وهو ساخن. احصد بذهنك وذهن الآخرين للحصول على أفكار جديدة، أيضا هذا عنصر مهم. مرحلة الخلق والإلهام. في هذه المرحلة يتحول نشاط الذهن والوجداني إلى نشاط أو سلوك ظاهري، وهذه المرحلة تمثل بلوغ النهاية، وهي في الواقع محصلة تفكير طويل. وهذه المرحلة هي مرحلة جني الثمار، وأنت الآن عاد خلص نزل عليك اللي هو الاقتراحات والحلول، وتنهال عليك بعد عملية تحليل مستفيضة الحلول لحل المشاكل في عملية التفاوض. ويمكن أن يتم جني الثمار أو التوصل للأفكار المبتكرة من خلال ما يلي: عرض الأفكار أو الاقتراحات الرئيسية، إضافة الأفكار الهامة، وضع نواة لأفكار لاحقة، استخدام مفاهيم مباشرة، استخدام مفاهيم ضمنية، وقياس الاتجاهات، ودراسة الحاجات أو السبب للأفكار، إيش كل واحد الحاجة اللي هو نظر لإلها في حل المشكلة، تسجيل التركيز على الأفكار المطروحة، تحديد كيفية التغيير، أيضا هاي مهمة جدا. طرق التفكير الابتكاري، هناك مجموعة من الطرق طبعا لا حصر لها، كل منظمة تستخدم طرق يعني يختلف عن المنظمة الأخرى، طرق مختلفة والاتجاهات مختلفة والأساليب مختلفة، كل واحد يستخدم الأسلوب اللي بيشوفه. عندنا العصب الذهني البرين ستورمينج،
جلسة هي جلسة في عصر ذهني يتم فيها توليد وبناء الأفكار والتطوير عليها. العصر الذهني مفهوم مهم جدا، هو توليد الأفكار والتطوير عليها. فجلسة العصر الذهني لها شروط ولها مواصفات إن شاء الله راح نتحدث عليها. أيضا من طرق التفكير الابتكاري عندنا أسلوب دلفي وأسلوب تنظيم الذهن والقراءة الفعالة. لاحظوا كيف تنظيم الذهن يعني شبيه بالخرائط الذهنية، يعني أن تربط الأحداث في الصور والوقائع المختلفة. أيضا القراءة الفعالة، أنك تكون فعال في القراءة، محلل أيضا مستقرئ. أسلوب القبعات الست للتفكير، أيضا هذا أسلوب جميل جميل جدا الحقيقة، إن شاء الله راح ناخذه في المرات القادمة. طريقة المترابطات أيضا هي طريقة، وطريقة التركيز التحدي الابتكاري والبحث عن البدائل ومروحة المفاهيم وإثارة الأفكار والأساليب الجمالية في الابتكار والمدخلات أو الكلمات العشوائية وكتابة أفكار الذهن. هاي إذا كلياتها طرق للتفكير الابتكاري. عندنا أيضا المرحلة الرابعة، مرحلة التأكد والتحقق، وهي المرحلة النهائية للعملية الإبداع. هي آخر مرحلة وتتضمن فحص وتقييم الأفكار الجيدة للتحقق من صحتها. هذا مهم جدا، وهذه هي بعض الأساليب التي من خلالها يمكن معالجة واختبار الأفكار الابتكارية. عدم التسرع في رفض بعض الأفكار، ما ترفض أي فكرة، لأنه ممكن أنك ترفض فكرة لشخص معين تطمعه من خلالها تعمل له اضطهاد فكري. هذا الاضطهاد الفكري لن يعطيك أي معلومة بعد اليوم، وبالتالي عدم التسرع ولا ترفض أي معلومة يمكن أنه يدلي فيها أي شخص من الناس اللي حواليك. قم بتعديل الفكرة لكي تتناسب مع الإمكانات المتاحة، لازم تكيفها وفقا للمعطيات اللي عندك، الإمكانات المتاحة من البيئة الداخلية والخارجية. الخارجية اللي هي ثقافة البؤلة وعاداتها وتقاليدها، والبيئة الداخلية الإمكانات المنظمة، حجمها في السوق، سمعتها، كيان تبعها، حجمها المالي، هل من من يعني من متطلبات والله تنفيذ الفكرة، وجود وضع مالي. لما أشوف أنا شركة يعني شو وضعها المالي، في أي مرحلة هي الآن، مرحلة الازدهار، مرحلة الركود، الانحدار، أي مرحلة من المراحل تمر فيها الشركة. قم بتدعيم أفكارك وتعزيزها حتى تصبح أكثر فائدة. انتبه إلى الأفكار الجيدة والتقطها، يجب أن تكون مقتنص للأفكار الجديدة. قارن بين الأفكار الجديدة والأفكار المستخدمة حاليا، وقارن بين الأفكار الجديدة وبعضها البعض. يجب أن تعمل عليه مقارنة بين الأفكار بشكل واسع. حدد العيوب والمشاكل والصعوبات الموجودة في الفكرة وتغلب عليها. انظر إلى المستقبل وتوقع النتائج. أيضا حدد قابلية الفكرة للاختبار، قابليتها للتطبيق وقابليتها للتقييم والاختبار، مهم جدا. وبالنهاية تقييم الأفكار يعتبر عامل مهم. التفاوض الفعال مع رئيسك المباشر، كيف تنمي مركزك التفاوضي مع رئيسك، كيف تدير رئيسك، هذا موضوع حيوي جدا. فيما يلي الصفات والمهارات الرئيسية التي تمكنك من التفاوض الفعال مع رؤسائك: الإصغاء جيدا إلى رئيسك، التركيز جيدا لما يقوله رئيسك، أيضا هذا مهم، الدبلوماسية، الحكم واللباقة، ارفع من شأن رئيسك، كن إيجابيا متفائلا، لا يعني لا تقل بالوعود، ارفع رئيسك أو اعرف رئيسك معرفة جيدة، عفوا، لا تشغل رئيسك بمشاكلك الخاصة، واذهب مبكرا إلى مكان عملك، ولا تقترب من رئيسك أكثر من اللازم عشان لا يشعر أنه تملك. الصدق والصراحة والولاء لرئيسك أيضا هذا مهم. إذا من كل هاي الأشياء أنت الآن حط مخك وسيربي لك كلام ناشئ. نحكي عن مراسلات ودورة في التفاوض، أيضا هذا موضوع جميل. فيما يلي أنواع المراسلات وخصائصها وكيفية التعامل معها وتوظيف هذه النجاح التفاوض. أولا مراسلات تتعلق بالمعلومات،
وهي تستخدم من أجل طلب معلومات أو تقديم معلومات. وفي مثل هذه الرسائل يجب مراعاة الدخول مباشرة في جوهر الرسائل، الوضوح والصراحة في موضوع الرسائل، الابتعاد عن المقدمات التفصيلية، وإبراز دقيق وموجز حول المطلوب منه. هاي يعني في الأشياء اللي يجب مراعاتها عند طلب المعلومات. خصائصها معظمها روتينية متكررة، يتم إعدادها وفق إطار موحد، وعادة يكون لها شكل عام مألوف بين الشركات أو المنظمات. بعضها غير روتيني لمعالجة مواقف أو قضايا خاصة، تعتمد على المدخل المباشر في الصياغة والتحرير، ويجب الدخول مباشرة. هاي من ضمن الخصائص اللي تميز فيها. ثانياً، مراسلات بغرض عرض أو تقديم المنتج أو الخدمة، تستخدم بهدف تقديم خدمات أو منتجات إلى الغير. وفي مثل هذه الرسائل يجب مراعاة اتباع المدخل غير المباشر، التركيز على الحث والإقناع. البداية هي التركيز على ما يهدف إليه الطرف الآخر الذي يقدم له الخدمة. افتتاحية الرسالة لها تأثير كبير في تهيئة مناخ الاتصال. السطور الأولى لابد أن تخلق نوعا من الود والألفة لتجهيز المرسل إليه لتبني ما تريده. يعني في بداية الكلام يجب يكون في الكلام كلام جذاب، كلام قريب للقلب، كلام يعني يحسس الطرف الآخر بالود والاحترام. لابد أن تحتوي الرسالة على مغريات غير تقليدية بالنسبة للمرسل إليه، لازم تغري بعرض من العروض. يجب إبراز خصائص الخدمة التي تقدمها لخلق وضع متميز عنه. ضرورة ربط مزايا الخدمة أو المنتج مع احتياجات أو أهداف آخر، وربما يؤكد على المنفعة الذاتية للمرسل إليه، والتركيز على خدمات ما بعد الاتفاق. ركز الرسالة على احتياجات وأهداف الطرف الآخر أكثر من تركيزك على الكلام عن نفسك. من الضروري أن تحرك الطرف الآخر نحو اتخاذ القرار الذي تهدف أنت إليه، مهم جدا. مراسلات تتناول مواضيع نزاع أو مواضع نزاع، لاحظ أنه في مثل هذه المراسلات تكون توقعات واهتمامات وأهداف متلقي الرسالة مختلفة، وقد تكون متعارضة مع توقعاتك واهتمامك. وفي مثل هذه الرسائل يجب مراعاة ما يلي: استخدام بعض الجمل أو الكلمات التي تساهم في تحقيق الأثر أو الانطباع المستهدف من المرسل. الرد الفوري على أي رسالة تصلك من هذا النوع، وعلى أن يتضمن الرد إجابة أو توضيح مناسب لكل بنود الرسالة الأصلية. تعتبر المراسلات في مثل هذه المواقف عبارة عن مائدة اجتماعات وتفاوض غير مباشر. الأصل في الرد أن يتضمن حلا للمشكلة، وأن يكون هذا الحل بدرجة مناسبة مقبولة من الطرف الآخر. المقابلات ودورها في عملية التفاوض. العوامل المؤثرة في نجاح المقابلات أيضا مهم جدا نعرف شو دور المقابلات في عملية التفاوض. وبالتالي عملية المقابلة بتحدد معايير التفاوض بشكل عام للمستقبل. فأنا بحكم على الشخص اللي أنا بقابله، هل سأنجح في التفاوض معه أم إنه ممكن أنا أفاوض معه بطريقة أخسر من جلسات التفاوض، لأنه ما عجبني والله وجوده في المقابلة، أو ما حسيته مؤثر، أو ما استشعرت إنه هو جاد في عملية التفاوض. لأن المقابلة إلها جانب مهم وإلها عوامل مهمة تؤثر في مجريات عملية التفاوض. العوامل المؤثرة في نجاح المقابلة، عشان نحكي والله مقابلات ناجحة ونوصفها إنها ناجحة، شكل أطراف المقابلة مهم جدا. هل هناك شكل مرضي؟ هل هناك شكل رسمي؟
ايضا انتماء اطراف المقابله، هل هناك انتماء رسمي للمقابله ولا كل واحد بغني في موال مختلف عن الاخر؟ فكره الشخص عن الطرف الاخر ايضا فكره مهمه جدا، اذا فكره سلبيه فبالتالي طرفين المقابله يفترض انه يعني يكونوا مختلفين تماما عن الوضع الحالي. وبالتالي ليش عم نحكي انه هناك تفكير ايجابي؟ التفكير الايجابي انك تبتعد عن السلبيه بالنظره للاخرين. ايضا حركات الجسم هاي مهمه جدا، لغه الجسد هاي مهمه جدا، البادي لانجوج، لانه بدون لغه جسد اذا يعني ما في حياه في المقابله، لازم يكون هناك لغه جسد. ايضا تعبيرات الوجه والصوت واللغه هاي كلياتها تعتبر من مؤثرات نجاح المقابله. فبدون صوت واضح وصوت شفاف وصوت معبر عن الأهمية، لازم يكون هناك حتى الصوت له أهمية كبرى في تحديد معالم المقابلة نجاحها أو فشلها. أيضا اللغة يجب أن تكون لغة مشتركة ولغة مفهومة لدى الطرفين، وقوة ومركزية أطراف المقابلة، كل واحد وين مصدر قوته. فالقوة مش شرط تكون قوة مالية فقط، ممكن يعني أي ميزة تنافسية سواء ميزة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، فكرية، أيا كان نوعها. أطراف المقابلة أيضا شيء مهم، ترتيب الجلسة ومكان المقابلة، المكان والزمان والترتيب بشكل عام أيضا هذا مهم جدا في النجاح أو الفشل للمقابلة. الإعلان عن موضوع المقابلة، يعني لازم يكون هناك جدول أعمال وتؤرخ وتعنون المقابلة تحت عنوان شيء معين عشان يعرفوا أفراد المقابلة أنه جلسة اليوم أو جلسة اليوم هي تتعلق في الموضوع المعين. التخطيط المسبق للمقابلة يجب، التخطيط المسبق يجب وليس يعني مخيم. أي مقابلة ما في تخطيط لها هي في طريقها إلى الفشل. كيف تجري مقابلة شخصية ناجحة؟ قم بالإعداد المسبق للمقابلة، مهم جدا الإعداد. هيئ المكان ومهد للمقابلة، يجب أن يكون المكان مهيئ، يعني مكان رسمي، مكان عام، أي حدا يقدر يدخل عندك. شجع الطرف الآخر على التحدث، يعني إذا كان خجلان أو مستحي افترض أنه تعطيه ما يثير يعني حاجته أو لسانه إلى التحدث. اسأل الطرف الآخر أسئلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، يجب أنك تغريه، اسأله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عشان يعني تخليه يحكي، تدخل عليه وتصير بينكم كلكم. سيطر وتحكم في مجريات المقابلة، بعدين انهي المقابلة خلص، اختمها، ما تخليها مفتوحة أو تأجل جلستها أو تنتهي بطريقة أخرى، يجب أن تنهي المقابلة إذا حققت أهدافك. لابد أن نقول في استراتيجيات التفاوض وتخطيطاته، لاحظوا كلمة استراتيجية معروفة يعني عملية تخطيط بعيدة المدى، هي الاستراتيجية عملية تخطيط بعيدة المدى. وبالتالي يعني بعض المنظمات تلاقي عندها خطط خمسينية لخمسين سنة لقدام، بينما بعض المنظمات الأخرى قطاع العام وقطاع خاص يا دوب يخطط لمستقبل، يا دوب إذا خطط بيكون يعني بخير وسلامة. فإذا تختلف المنظمات عن وضع الاستراتيجيات والخطط. نحكي بشكل عام الآن كمقدمة، الاستراتيجية تشير إلى الإطار العام للتحرك والأهداف الأساسية المطلوب تحقيقها وترجمة ذلك إلى سياسات ومبادئ عامة يتم الالتزام بها في التعامل، وعادة ما تركز الاستراتيجية على الأهداف بعيدة المدى، أي أن الاستراتيجية التفاوضية هي التخطيط لعملية التفاوض. أما مفهوم التكتيك فيشير إلى العناصر الفرعية أو المكونات الجزئية التي يستخدمها المفاوض ويتحرك بها داخل الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الرئيسية لعملية التفاوض. استراتيجيات التفاوض، الآن بدنا نشوف شو استراتيجيات التفاوض. يمكن تصنيف الاستراتيجيات كما يلي:
تصنيف استراتيجية التفاوض طبقا للنتائج المطلوب في القطاعات، ماذا سنحقق؟ أولا استراتيجية التفاوض المصالح المشتركة، يعني استراتيجية المصالح المشتركة، يعني إنه لا إحنا ربحانين ولا هم ربحانين، أو لا إحنا خسرانين ولا هم خسرانين. تقوم استراتيجيات المصالح المشتركة على مجموعة من المبادئ العامة: التعاون بين أطراف التفاوض، وتحقيق التكامل بينهم كشركاء بما يوفر فرص نجاح عملية التفاوض، حرص كل طرف على بذل أقصى ما بوسعه لتعميق الثقة لدى الطرف الآخر، وضوح الجهود التي يبذلها أطراف التفاوض لتوظيف الإمكانات المتوفرة لدى كل طرف من أحكام السيطرة على الجوانب السلبية التي يمكن أن تقلل من فعالية التعاون وتخطيط أهداف عملية التفاوض. وجود تفاهم مشترك بين أطراف التفاوض بشأن المزايا والفوائد الممكنة وأسلوب تحقيق المنافع المشتركة منها. وجود توافق في الاتجاهات والميول، وتوفر الرغبة الصادقة لدى أطراف التفاوض لتقديم التنازلات التي تتطلبها أهداف عملية التفاوض. عندنا أيضا استراتيجيات منهج المصالح المشتركة، واحد استراتيجية التكامل، يعني يكون عندي أنا تكامل، كل واحد فينا بيكمل الآخر، كل واحد فينا بيكمل على معلومة الآخر، هي استراتيجية التكامل. هو تطوير العلاقة بين طرفي التفاوض إلى درجة أن يصبح كل منهما مكملا للآخر في كل شيء، بل قد يصل الأمر إلى أنهما يصبحان شخصا واحدا مندمج المصالح والفوائد والكيان القانوني أحيانا، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام كل منهم. لاحظوا كثير من الأفراد أحيانا يصير هناك اتحاد بين شركتين للجوالات أو شركتين للاتصالات بهدف اكتساح السوق في السنوات القادمة، أو شركة تشتري منتج معين داخل كيف، فهذا المنتج بيكون تحت صلاحيات هاي الشركة الجديدة، ممكن انهم يعني ياخذوا مبدأ التكامل كمبدأ رئيسي، انه كل واحد فينا بيفيد الثاني، كل واحد فينا مستفيد، عشان نقدر نطلع هذا الجديد او هذا المنافس خارج السوق. ايضا استراتيجية تطوير التعاون الحالي، وتقوم هذه الاستراتيجية التفاوضية على الوصول الى تحقيق مجموعة من الاهداف العليا التي تعمل على تطوير المصلحة المشتركة بين طرفي التفاوض وتوثيق أوجه التعاون بينهما. هذه الاستراتيجية متبعة في العلاقة ما بين القطاع العام والدولة والقطاع الخاص، فبالتالي هم هدفهم التعاون وهدفهم تطوير التعاون أيضا، فهاي العلاقة اللي خلينا نحكي تحكم عمل القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة. ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال توسيع مجالات التعاون، وتتم هذه الاستراتيجية عن طريق اقناع الطرفين المتفاوضين بمد مجال التعاون في مجالات جديدة لم يكن التعاون بينهما قد وصل إليها من قبل. الارتقاء بدرجة التعاون، وتقوم هذه الاستراتيجية على الارتقاء بالمرحلة التعاونية التي يعيشها طرفي التفاوض، خاصة أن التعاون يمر بعدة مراحل أهمها المراحل الآتية: مرحلة التفاهم المشترك أو التعرف على مصالح كل الأطراف، مرحلة الاتفاق في الرأي أو القضاء بقضاء المصالح، مرحلة العمل على تنفيذه أو مرحلة تنفيذ المنفعة المشتركة، مرحلة اقتسام عائده أو دخله أو مرحلة تنفيذ المنفعة المشتركة، هاي اللي هي آخر شيء هي قسم الأرباح. وفي كل هذه المراحل يقوم العمل التفاوضي بدور هام في تطوير التعاون بين الأطراف المتفاوضة والارتقاء في المرحلة التي يمر بها.
استراتيجية تعميق العلاقة القائمة تقوم هذه الاستراتيجية على الوصول لمدى أكبر من التعاون بين طرفين أو أكثر تجمعهم مصلحة ما. الاستراتيجية الرابعة استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة. تعتمد هذه الاستراتيجية أساسا على الواقع التاريخي الطويل الممتد بين طرفي التفاوض من حيث التعاون القائم بينهما وتعدد وسائله وتعدد مراحله وفقا للظرف والمتغيرات التي مر بها وفقا لقدرات وطاقات كل منهما. وهناك أسلوبان لهذه الاستراتيجية هما توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال زمني جديد، ويقوم هذا الأسلوب على الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة على فترة زمنية جديدة مستقبلية أو تكثيف وزيادة التعاون وجني التعاون خلال هذه الفترة المقبلة. أيضا توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال مكاني جديد، ويتم هذا الأسلوب عن طريق الاتفاق على الانتقال بالتعاون إلى مكان جغرافي آخر جديد. إذا لاحظوا هاي كلياتها استراتيجيات وتكتيكات. الآن نيجي للاستراتيجيات وأنواع جديدة من الاستراتيجيات وهي استراتيجيات الصراع. يعني ما بنرتاح إلا إذا وجدنا الصراع بين منظمة ومنظمة أخرى. لاحظوا هاي استراتيجية. إنه واحد يوم لازم يطلع أو خارج السوق. أيضا هاي استراتيجية. إذا الصراع موجود. والآن لاحظوا الأسواق في ظل عدم الرقابة بشكل يعني خلينا نحكي دقيق ومباشر لكل الأسواق. وعدم مراقبة أحيانا الصناعة والتجارة للأسواق بيؤدي إلى وجود ناس دائما بحاجة لخلينا نحكي اكتساح السوق بغض النظر عن مصلحة الأطراف الأخرى. فبالتالي بيجي مستثمر كبير منهج الصراع بيجي بيعمل على صراع البقاء، وهذا المستثمر الكبير يأتي ويضارب وينتزع الاسم من المستثمر الصغير. فبالتالي هذا المستثمر الصغير هو لم يجد له مكان في السوق فخرج خارج السوق نتيجة عدم مراقبة الأسواق وعدم تحفيز التاجر الصغير ومراقبة التاجر الكبير. يستخدم كل طرف من الأطراف أساليب قد يظهر منها التعاون والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما هي في حقيقتها التمويل والخداع. إذا هم عم يخدعوا بعض إنه في مصالح مشتركة بيناتهم أو عم يخدعوا الجمهور. أما الباطن فما في بينهم مصالح، بالعكس في بينهم صراع. يتظاهر كل طرف بإبداء الاستعداد لتحقيق منافع الطرف الآخر، بينما يحرص على توزيع مكاسبه الخاصة ولو ترتب على ذلك إلحاق الضرر في الطرف الآخر. إذا هذا المنهج ما عنده مشكلة يضر الطرف الآخر ولا ما يضره، ما عنده مشكلة أبدا، بالنهاية مصلحتي فوق كل اعتبار. هذا هو المنهج المستخدم. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق المكاسب الذاتية لأحد الأطراف فقط. وعلى الرغم من أن جميع من يمارسون استراتيجيات الصراع في مفاوضاتهم سواء على المستوى الفردي للأشخاص أو على المستوى الجماعي وتمنيهم لها واعتمادهم عليها، إلا أنهم يمارسونها دائما سرا وبالخفاء، بل أنهم في ممارستهم للتفاوض لمنهج الصراع يعلنون أنهم يرغبون في تعميق المصالح المشتركة، إذ أن جزء كبير من مكونات هذه الاستراتيجيات يعتمد على الخداع والتمويل. الاستراتيجية الأولى استراتيجية الإنهاك، وتقوم هذه الاستراتيجية على الآتي. لازم نعرف هذه الاستراتيجيات وهي مهمة جدا، أرجو تركزوا عليها. وتقوم هذه الاستراتيجية على الآتي: استمداد وقت الطرف الآخر. لاحظوا بخليهم يعني يتمتعوا في وقتهم، وآخر إشي بنذنبهم وبنجلدهم في الوقت عشان ناخذ اللي بدنا إياه باستغلال هذا الوقت. فبالتالي هاي أيضا استراتيجية استمداد الوقت، ويتم ذلك عن طريق تطويل فترة التفاوض لتغطي أطول وقت ممكن
دون أن تصل المفاوضات إلى نتائج محدودة لا قيمة لها. ويستخدم الأسلوب الآتي لتحقيق لا تفاوض حول مبدأ التفاوض ذاته. لاحظوا فيه وبدأ الكريم استخدامه واستعداد الطرف الآخر للتعامل به، وبدأ الكريم تنفيذه لتعهداته التي يمكن الوصول إليها. التفاوض في جولة أو جولات أخرى حول التوقيت والميعاد المناسب للقيام بالجولات التفاوضية التي تم الاتفاق أو جار الاتفاق عليها. التفاوض في جولة أو جولات جديدة حول مكان التفاوض أو أماكن التفاوض المحتملة والأماكن البديلة، لأن هناك أماكن بديلة وهناك أماكن يعني يجري الاتفاق عليها، أو خلينا نحكي في أحيانا جولات توضع جديدة للتفاوض هاي من المناهج. التفاوض في جولات جديدة حول الموضوعات التي سوف يتم التفاوض عليها. التفاوض حول كل موضوع من الموضوعات التي حددت لها أولويات، وفي ضوء كل موضوع من الموضوعات التي يمكن تقسيمه إلى عناصر وأفرع متفرعة يتم كل منها في جلسة أو أكثر من جلسات التفاوض. استنزاف جهد الطرف الآخر إلى أشد درجة ممكنة. لاحظوا فيه يعني إحنا ممكن نتعبهم بعدين نرهقهم بعدين نبدأ في أخذ حقوقنا أو أخذ يعني نجني ثمار التفاوض. ويتم ذلك عن طريق تكثيف وحفظ طاقاته واستنفار كافة خبراته وتخصصاته وشغلهم بعناصر القضية التفاوضية الشكلية التي لا قيمة لها. لاحظوا يعني احنا قاعدين نعطيه القشور، بنعطيه الأمور الشكلية وبنفس الوقت نبعده عن الأمور الجوهرية التي تتطلب بالفعل جلسة التفاوض. إثارة العقبات القانونية، يعني كل شيء بيقول له والله هذا ممكن يكون غير قانوني، بيقول له والله ممكن هذا ما يوافق عليه مجلس الشورى، ممكن ما يوافق عليه مجلس الوزراء، ممكن ما يوافق عليه مدير المؤسسة. لاحظ إذا دائما تتصدى لهم بحجة عدم الملائمة القانونية. إذا إثارة العقبات القانونية المفتعلة حول كل عنصر من العناصر القضايا المتفاوض عليها وحول مسميات كل موضوع والتعبيرات والجمل والكلمات والألفاظ التي تطلق بها عبارات واسم كل موضوع التفاوض. إذا يعني بتلاقي لك أي حجة تقدر توجد فيها ويكون عند حدهم فيها. وضع برنامج حافل للاستقبالات والحفلات والمؤتمرات الصحفية وحفلات التعارف وزيارة الأماكن التاريخية. زيادة الاهتمام بالنواحي الفنية شديدة التشعب كالنواحي الهندسية والجغرافية والتجارية والاقتصادية والبيئية والعسكرية إلى آخره، وإرجاء البث فيها إلى حين يصل رأي الخبراء والفنيين الذين سيتم مخاطبتهم واستشارتهم فيها، ومن ثم تنتهي جلسات التفاوض دون نتيجة حاسمة، بل وهناك أمور كثيرة معلقة لم يبت فيها وهي أمور شكلية في أغلب الأحيان وترتبط بها وتعلق عليها الأمور الجوهرية الأخرى بل والشكلية الأخرى أحيانا. استنزاف أموال الطرف الآخر وذلك عن طريق زيادة معدلات إنفاقه وتكاليف إقامته وأتعاب مستشارين طوال العملية التفاوضية، فضلا عن ما يمثله ذلك من تضييع باقي الفرص المالية والاقتصادية البديلة التي كان يمكن له أن يحصل عليها لو لم يجلس معنا إلى مائدة التفاوض وينشغل بها. الاستراتيجية الثانية وهي استراتيجية التشتيت أو التفتيت. لاحظوا
هاي ألعاب يعني وتكتيكات يمارسها ممتهنين عملية التقاعد اللي بروح يفاوضوا ومتعودين أكثر هم على التقاعد. وهي من أهم استراتيجيات منهج الصراع التقاعدية، حيث تعتمد عليها بشكل كبير الأطراف المتصارعة إلى ما جلست إلى مائدة التفاوض، وتقوم هذه الاستراتيجية على فحص وتشخيص وتحديد أهم نقاط الضعف والقوة في طريق التفاوض الذي أوفله الطرف الآخر للتفاوض، وتحديد انتماءاتهم وعقائدهم ومستواهم العلمي والفكري والقطبي والداخلي، وكل ما من شأنه أن يصبغهم إلى شرائح وطبقات ذات خصائص محددة مقدما. وبناء على هذه الخصائص يتم رسم سياسة ماكرة لتفكيك وحدة وتكامل طريق التفاوض الذي أوفله الطرف الآخر للتفاوض معنا، والقضاء على وحدته وائتلافه وتماسكه، وعلى الاحترام ليصبح فريق مسلم متعارض تدب بين أعضائه الخلافات والصراعات. لاحظوا ينصر نخب هذا المنهج، ومن ثم يصبح جمجم غير منسجما، وتمتاز هذه الاستراتيجية بأنها من ضمن استراتيجيات الدفاع المنظم في حال التعرض لضغط تفاوضي عنيف أو مبادرة تفاوضية جديدة لم نكن نتوقعها ولم نحسب حسابا لها. الاستراتيجية الثالثة، وهي استراتيجية إحكام السيطرة أو الإخضاع، تعد العملية التفاوضية وفقا لمنهج الصراع معركة شرسة أو مبادرة ذهنية ذكية بين طرفين. لذا تقوم هذه الاستراتيجية على حشد كافة الإمكانيات التي تحمل السيطرة الكاملة على جلسات التفاوض، عن طريق القدرة على التنويع والتشكيل والتعديل والتمثيل للمبادرات التفاوضية التي يتم طرحها على مائدة المفاوضات، بحيث يكون لنا خط التعامل مع الطرف الآخر وخط البدء في الحركة، فضلا عن إجبار الطرف الآخر على أن يتعامل مع مبادرة من صنعنا نعرف كل شيء عنها، ومن ثم فإن عليه أن يسير وفقا للطريق الذي رسمناه له والذي يسهل علينا السيطرة عليه فيه. أيضا القدرة على الحركة السريعة والاستجابة التلقائية والفورية والاستعداد الدائم للتفاوض فور قيام الطرف الآخر بإبداء رغبته في ذلك، لتفويت الفرصة عليه في أخذ زمام المبادرة والسيطرة على عملية التفاوض من أولها إلى آخرها. الحرص على إبقاء الطرف الآخر في مركز التابع، والذي عليه أن يقمع ساكنا انتظارا للإشارة التي نعطيها له، أو أن تكون حركاته في نطاق الإطار الذي تم وضعه ليحيطه. الاستراتيجية الرابعة استراتيجية الدخل، وهي الغزو المنظم، وهي استراتيجية يتم استخدامها بغض النظر عن ندرة أو قلة المعلومات عن الطرف الآخر الذي يتم معه الصراع التفاوض. وفقا لهذه الاستراتيجية يتم استخدام التفاوض التدريجي خطوة خطوة، ليصبح عملية غزو منظم للطرف الآخر، حيث تبدأ العملية باختراق حاجز الصمت أو ندرة المعلومات بتجميع كافة البيانات والمعلومات الممكنة من خلال التفاوض التمهيدي مع هذا الطرف. ثم معرفة أهم المجالات التي يمتلك فيها ميزات تنافسية خطيرة تهدد منتجاتها والتفاوض معه على أن يترك لنا المجال فيها وأن يتجه إلى مجالات أخرى استغلت وتستنزف قدراته وإمكانياته، وفي الوقت نفسه جعله ينحسر تدريجيا عن الأسواق التقليدية التي كان يتعامل معها إلى أن يفقد أسواقه. وفي المرحلة التالية
يتم اختراع السوق البلدي عن طريق عقود التصدير المشتركة، لكن يتضمن توريد كافة المكونات الخاصة بالسلعة المصنعة أو المجمعة عن طريقنا، ويقتصر عمله فقط على إقامة بعض الخطوط والتجميل. وفي مرحلة لاحقة يصرف نظره عن هذه الخطوة ليقتصر عمله هو فقط على التوزيع، ثم في مرحلة لاحقة نقوم نحن في التوزيع، ويتطلب التفاوض وفقا لهذه الاستراتيجية قدرات غير عادية من الفريق المفاوضين. الاستراتيجية الخامسة استراتيجية التدمير الذاتي الانتحار، وهي استراتيجية مهمة جدا لكل طرف من أطراف التفاوض، أهداف وآمال وأحلام وتطلعات، وهي جميعا تواجهها محددات وعقبات ومشاكل وصعاب، وكلما كانت هذه العقبات شديدة كلما ازداد يأس هذا الطرف وإحساس باستحالة الوصول إليها، وأنه مهما بذل من جهد فإنه لن يصل إليها. وهنا صرف النظر عن هذه الطموحات والأهداف وارتضاء ما يمكن تحقيقه منها واعتباره الهدف النهائي له. إجراءات تنفيذ الاستراتيجية، ومن بينها أولا التسويق أو الصمت المؤقت، وهي تتضمن الامتناع عن الرد الفوري أو تأجيل الإجابة عن سؤال معين لتغيير مجرى الحديث أو الرد لسؤال آخر بغرض الاستفادة من الوقت للتفكير ودراسة مغزى السؤال وأهدافه وتقرير ما يجب عمله المفاوض الذي يبادر بالاستجابة إلى طلبات خصمه تقديم للتنازلات، فإن الأخير لا يتوقف عن طلب المزيد. المفاجأة تتضمن التغيير المفاجئ في الأسلوب أو طريقة الحديث أو التفاوض على الرغم من أن التغيير لم يكن متوقعا في ذلك الوقت، وعادة يعكس ذلك هدفا ما أو الحصول على تنازلات من الخصم. أيضا الأمر الواقع أيضا هاي مهمة، وتتضمن يعني دفع الطرف الآخر لقبول تصرفك، دفع الطرف الآخر لقبول تصرفك يوضع أمام الأمر الواقع. ولنجاح هذا التأكيد عمليا يجب توفير عدة شروط، من أهمها أن يكون احتمال قبول الطرف المعارض للنتيجة في النهاية احتمالا كبيرا، أن تكون خسارة الطرف المعارض من استمرار معارضته أكبر ماديا ومعنويا من الخسارة التي تحدث نتيجة عدم تقبل الأمر الواقع، والانسحاب الهادئ وهي استعداد المفاوض على الانسحاب والتنازل عن رأيه للطرف الآخر بعد أن يكون قد حصل على بعض المميزات، مهما كان فهو هنا يحاول إفقاد ما يمكن إفقاده. أيضا عندنا الانسحاب الظاهري، نعم، هذا في حالات من حالات التفاوض يجب أن تنسحب لأنه ما تقدر تكمل بوجود عدة اعتبارات. الانسحاب الظاهري، وهنا يعلن أحد الأطراف انسحابه في اللحظة الحاسمة ويحصل بذلك على مزيد من التنازلات من خصمه. لاحظوا فيه الكر والفر أو التحول، أيضا هاي من التكتيكات، الكر والفر أو التحول يعني استعداد المفاوض لتحويل موقفه من الأمام إلى الخلف أو العكس طبقا لظروف التفاوض ومنافساته. التقييد، وهي وضع قيد على الاتصال، وذلك لإجبار الطرف الآخر على الوصول إلى قرار سريع أو للنزول على رغبة معينة في التفاوض. إذا يكون التفاوض مقيد معروف ومحسوب نفسه.
تحويل النظر عن القضايا الرئيسية لقضايا فرعية التفتيت استخدم للتشدد في القضايا الرئيسة الهامة وتقديم تنازلات القضايا الفرعية الأقل أهمية. أيضا عندنا ادعاء العجز أي تبرير موقف المفاوض المتشدد وعدم تقديم تنازلات بسبب الضغوط التي يتعرض لها من الجماعات أو الفئات التي يمثلها أو محدودية الصلاحية. أيضا مقترح الطرق أي أن يتبع المفاوض أسلوب التنازل في بعض القضايا ليحصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه من تنازلات في القضايا الأكثر أهمية مدعيا أنه ما دام تماشى مع الطرف الآخر فيجب أن يقابله في منتصف الطريق. التدرج أو الخطوة خطوة أيضا step by step حيث تأخذ القضية جزءا إلى أن تصل الأطراف المتفاوضة إلى الهدف النهائي، وهي تفيد في حالة عدم معرفة الأطراف لبعضهم البعض أو خبراتهم في التعامل محدودة أو لا يوجد ثقة بينهم. أيضا هاي تعتبر من الأمور الرئيسية. إذا بشكل عام يعني ملخص للي حكيناه، استراتيجيات وتكتيكات التفاوض موضوع طويل ممكن ياخذ معنا ثلاث محاضرات تقريبا، لانه موضوع يعني هو لب عمليه التفاوض. فالاستراتيجيه بشكل مختصر هي الاطار العام الذي يحكم السلوك التفاوضي ويوجهه ويحدد اتجاهاته الرئيسيه، وعاده ما تركز الاستراتيجيه على الأهداف بعيدة المدى، فهي نوع من التخطيط لوضع الخطط وبرامج العمل، وتمثل إجراء تنفيذيا أو أسلوبا لإكساب ميزة أو تفوق جزئي. ويرتبط التكتيك عادة بالعمليات التنفيذية والمناورات المستخدمة لتنفيذ الاستراتيجية، فهو إذن تحرك جزئي في إطار عام محدد مسبقا، وهذا الإطار العام هو الاستراتيجي. ويمكن تصنيف الاستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها المفاوض طبقا لأسس مختلفة. أولا ممكن أحكي أنا عندي استراتيجية وفقا للهدف اللي أنا بحدده للتفاوض، أنا ببني هاي الاستراتيجية. لاحظوا إدارة التفاوض بالأهداف هذا مهم جدا. ثمة استراتيجيات تهدف إلى توسيع قاعدة المنافع المشتركة لجميع الأطراف، واستراتيجيات تهدف إلى تعظيم المكاسب الذاتية فقط. إذا بحدد أنا الهدف بالضبط من التفاوض، هل أنا هدفي أربح فقط؟ أم هل هدفي أنا والله أربح وأربح؟ أم هدفي فقط أنه أربح بغض النظر عن ربحي أو الفائدة اللي أنا بجنيها؟ إذا لازم نحدد الهدف من عملية التفاوض. واستراتيجيات تهدف إلى تعظيم المكاسب الذاتية فقط بالحصول على أكبر قدر من المنافع من الطرف الآخر، بل ربما استهدفت إلحاق الضرر به وفقا للسلوك التفاوضي. ثمة استراتيجيات أيضا هجومية واستراتيجيات دفاعية، كما أن هناك استراتيجيات تدرج الخطوة خطوة واستراتيجيات الصفقة الواحدة، وهناك أيضا استراتيجيات التعاون واستراتيجيات المواجهة. لاحظوا من ضمن يعني ثلاث أو أربع أنواع الرئيسية اللي ذكرها مؤلف الكتاب، هناك ذاكر هو أربع استراتيجيات. على أي حال هناك العديد من الاستراتيجيات التي سنأتي على ذكرها. أولا الاستراتيجية التعاونية، تتطلب هذه الاستراتيجية مناخا إيجابيا يساعد أطراف التفاوض لعمل معا تمام، وبالتالي يحسن استخدامها حين يكون المفاوضون مهتمين بالعمل معا للتوصل إلى اتفاق
يضمن تحقيق مصالح أطراف التفاوض، وتتميز هذه الاستراتيجية بالثقة والانفتاح في التعبير عن الأفكار والإصغاء وعدم المباغة أو المفاجأة، ومعرفة حاجات كل طرف بدقة والتعبير عنها. ولا يتم عادة استخدام أساليب الضغط والتهديد وغيرها من أساليب الاستفزاز والتسلط. الاستراتيجية التنافسية هي استراتيجية أخرى، تستخدم هذه الاستراتيجية حين يكون أحد أطراف التفاوض مهتما بالعمل لمصلحته فقط، ويصبح نشاطه الرئيسي في المفاوضات هو محاولة تحقيق الأهداف على حساب الطرف الآخر. وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس تحقيق كل طرف لأقصى قدر ممكن من الربح في المفاوضات، فكل طرف يدرك حاجته بدقة ولكنه لا يعبر عنها تماما وبوضوح للطرف الآخر. وتقوم هذه الاستراتيجية على سرية وعدم الانفتاح والسلوك العدواني وعدم الثقة بالطرف الآخر. ووفقا لهذه الاستراتيجية يستخدم مختلف وسائل التأثير بالإضافة إلى أساليب المفاجأة والمباغتة والتهديد والوعيد والهجوم. أيضا هناك استراتيجية أخرى وهي الاستراتيجية القتالية. تعتبر هذه الاستراتيجية أكثر عدوانية من الاستراتيجية التنافسية، إذ أن الهدف الأساسي ليس تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح للطرف المفاوض فحسب، بل تحقيق أكبر خسارة ممكنة للطرف الآخر. ويستخدم المفاوض في هذه الاستراتيجية أساليب الاستفزاز وإظهار الغضب وعدم إعطاء المعلومات والسيطرة على جدول الأعمال والتهديد بالانسحاب ومن المفاوضات. وقد يستخدم كذلك أساليب غير أخلاقية كالرشوة والتجسس ونحوهما. أيضا الاستراتيجية الرابعة بحسب المؤلف لهذه المادة عندها الاستراتيجية التبعية. لا يعمل الطرف المفاوض بهذا النوع من الاستراتيجية لخدمة مصالحه، بل ينحصر اهتمامه في تحقيق مصالح الطرف الآخر في محاولة منه لتجنب النزاع أو المواجهة. ومن الأساليب المستخدمة في هذه الاستراتيجية الموافقة على طلبات الطرف الآخر والإصغاء لحاجته، واستخدام أسلوب التملق والخضوع وإعطاء كثير من المعلومات. إذا موضوع تكتيكات التفاوض يعني إن شاء الله رح نتوسع فيه في المحاضرة القادمة، لكن خلينا إحنا نراجع إحنا إيش أخذنا بالضبط المعلومات. لاحظوا في البداية حكينا عن تعريف الإبداع والنظرة الإبداعية في تفكير التفاوض والنظرة الإيجابية والريادية إلى آخره. أيضا حكينا عن مهارات الإبداع والابتكار، قلنا عن مراحل الإبداع والابتكار، وحكينا أنه هناك مرحلة تمر فيها أول شيء مرحلة الإدراك والوعي، هي مهمة جدا. أيضا قلنا أنه هناك مرحلة أخرى هي مرحلة التأمل وحضانة المشكلة، وهي جدا مهمة في معرفة وتحليل، يعني هي التحليل بالضبط، هي مرحلة التحليل. ايضا وهذه بعض النقاط التي تساعد في مرحله التامل وحضانه المشكله. عشان تقدر تحللها تحكي والله عندك قدره على التحليل، يجب انك يعني تشوف هاي الامور والمراحل. ايضا المرحله الثالثه هي مرحله الخلق والالهام، هاي بتم فيها ابتكار الافكار وابتكار الانشطه الذهنيه و إيجادها بشكل لم يكن سابقا. لاحظوا طرق التفكير الابتكاري، هي مهمة جدا أيضا وجميلة جدا الحقيقة. طرق كيف تفكر بطريقة ابتكارية، هاي أساليب ممكن تستخدموها. وحكينا أيضا هناك مرحلة أخرى، مرحلة التأكد والتحقق، وهذه بعض الأساليب التي من خلالها يمكن معالجة واختبار الأفكار الابتكارية.
مثلا تختبر افكارك هل هي ابتكاريه ام لا، وين بالضبط وصلت لاي مرحله. ايضا التفاوض الفعال مع رئيسك المباشر، كيف تنمي مركزك التفاوضي مع رئيسك، كيف تدير رئيسك، هاي مهمه جدا. الموضوع الاخر اللي حكينا فيه وهي المراسلات ودورها في التفاوض، حكينا انه هناك دور كبير للمراسلات في عمليه التفاوض. بعد هيك حكينا عن انواع المراسلات وخصائصها وكيفيه التعامل معها وتوظيفها لنجاح التفاوض. قلنا هناك مراسلات تتعلق بالمعلومات وهي تستخدم من اجل طلب معلومات او تقديم معلومات، وفي مثل هذه الرسائل يجب مراعاه حكينا القضايا هاي مهمه جدا. ايضا حكينا عن خصائصها، لاحظوا كيف قلنا معظمها روتينية، المعظم ولا مش الكل، المعظم روتيني. ثانيا حكينا مراسلات بغرض عرض او تقديم المنتج او الخدمة. ثالثا مراسلات تتناول مواضع نزاع، هاي ايضا مهمة جدا لانه هاي تظهر مواضع النزاع الموجودة والخلل الموجود بشكل عام. ايضا حكينا عن المقابلات ودورها في عمليه التفاوض، ومن ثم كيف توجد المقابله شخصيه ناجحه، كيف تهيئ نفسك للمقابله. طبعا يعني المقابله اذا بتحكي على مقابله بمفهومها العام فممكن المقابله تشمل اي شيء، مقابله اونلاين، مقابله وجها لوجه، مقابله عمل، اي نوع من المقابله. يعني مش شرط ما ورد في هذه الماده لا يصلح الا في مقابلات التفاوض، ممكن يصلح في مقابلات اخرى مختلفه تمام. ايضا حكينا عن استراتيجيات التفاوض وحكينا من منظور مختلف، وايضا حكينا ايضا من منظور يعني مؤلف الكتاب المادة المعتمد. حكينا عن استراتيجيات بشكل عام، لاحظوا كيف استراتيجية التفاوض المصالح المشتركة والتكامل واستراتيجية تطوير التعاون الحالي. نعم ايضا قلنا ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ترجيح مجالات التعاون وارتقاء بدرجة التعاون. لاحظوا استراتيجية تعميق العلاقة القائمة، توسيع نطاق التعاون، كل هاي استراتيجيات مختلفة. استراتيجية الصراع ايضا، انك توجد الصراع، هذا ايضا مهم جدا. الانهاك، لاحظوا الانهاك بتفرع منه استنزاف الوقت، وهي اهداف استنزاف الوقت ايضا، استنزاف الجهد ايضا هذا من خلينا نحكي تكتيكات، هاي كيف تستنزف جهد الطرف الاخر، هذا علم كبير. استهداف اموال الطرف الاخر، تنهبه ماليا ايضا، هذا برضه تكتيك ممكن انه يستخدموه. تشتيت، انك تفتت العبارات وتفتت الافكار، تشتت ذهنه، هذا ايضا يعتبر من ضمن الاستراتيجيات. استراتيجيه احكام السيطره او الاخضاع، ايضا هاي استراتيجيه معروفه. استراتيجيه الدحر او الغزو المنظم. والاستراتيجية الخامسة استراتيجية التدمير الذاتي أو الانتحار بسموها. إجراء تنفيذ الاستراتيجية ومن بينها التسويف أو الصمت المؤقت، المفاجأة، الأمر الواقع، الانسحاب الهادي، كل هاي، الانسحاب الظاهري، الكر والفر، التقييد، تحويل النظر عن القضايا الرئيسية لقضايا فرعية، ادعاء العجز، يعني انك تحكي والله احنا عاجزين ما بنقدر نعمل هاي الاشياء، تدعي العجز، هذا ايضا اسلوب. مفترق الطرق، انك تقول والله يا بتعملونا يا انتم من طريق واحنا من طريق، ايضا هذا يعتبر من التكتيكات. التدرج او الخطوه خطوه، انك تعطيهم ستيب باي ستيب. لهون احنا يعني بنكون انهينا معكم المحتوى لهاي المحاضره،
ان شاء الله يعني نشوفكم في المحاضره القادمه. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق واسعد في التواصل معكم عبر وسائل التواصل الموجوده امامكم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.